لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب سادتي من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. رحلوا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصب الدم صب عهادي. ومضت بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي. وخلت منازلهم فها هي بعدهم غفرا وما فيها سوى الأوتاد. بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء. وذاك في بغداد. لهفي وهل يجدي أسى اللهفي على يا موسى بن جعفر علتي. الرشيد عليه فرض صلاته والرجس أظهرك من الأحقاد. ما زال ينقل في السجون معانيا ثقل الحديد وعضة أقيادي. حتى إليه قد دس سما قاتلا وإماما هو كاظما. فقضى بذا أقصى منية ومرادي. وضعوا على جسر الرصافة نعشه وإماما فغدا ينادي بالهوان منادي. اي فغدا ينادي بالهوان. يا 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 منادي
بكل بلدة وكل وادي، من أولاد بدر غام ذاب قلبي، من مصايبهم ومن الراس شق كل صباح وكل مسيه، ينفقد مني ولا شردهم بالفيافي، ولا يؤون ببلد خالية منهم منازلهم، ولا منهم أحد بس حرم وأطفال مدهوشين من عظم الأنصار، بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون، والذي بالبر هاماو للوطن ما يرجع وويلاه، والقضاء بالسم غيله يا خلق ما ينحصون، والذي انذبحوا تظل أجسادهم فوق التراب، لكنما الأمر المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه وعظيم خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. حديثنا انطلاقا من هذه الآية المباركة عن أسباب ودواعي غزوة بدر، أول غزوة قام بها النبي مع المسلمين ضد المشركين، وأول انتصار كان للمسلمين، بل أكبر انتصار من ناحية الحجم الذي أنتجته تلك المعركة وتلك الغزو. ونقدم بمقدمة مهمة ودخيلة، حيث أن بعض الكتاب غير المسلمين من المستشرقين وغيرهم من إشكالاتهم على الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وآله أنه كان دموياً، وأنه كان يحب الحرب، وأنه كان يقاتل بالسيف، والأنبياء لا يقاتلون بالسيف. فهذه دعوة. جواب هذه الشبهة، هل صحيح أن الأنبياء لا يقاتلون بالسيف؟ قل لا، أن النبي إبراهيم عليه السلام حمل السيف، النبي موسى عليه السلام حمل السيف، النبي داود حمل السيف، النبي سليمان حمل السيف. عندنا عدة من الأنبياء حملوا السيف وحارب، وأصل الحرب ومنطق الحرب من أجل هدف سام أو هدف عظيم، ولو كان ذلك الهدف الدفاع عن الوطن والدفاع عن الأمن القومي الذي يعبر عنه اليوم الأمن القومي، فهذا هدف سام، أن الإنسان يدافع عن نفسه فيدفع عن نفسه الأعداء، فلن ينتظر أهل ذلك المصر أو أهل ذلك الوطن
أن يغير عليهم الأعداء وأن يفسدوا عليهم أرزاقهم وأن يحتلوا أوطانهم، وسيسمح لهم ذلك، فإنه هدف طبيعي أي إنسان عاقل وشيء قائم عند الدول أنهم يدافعون عن أنفسهم من خلال إقامة الحروب، بغض النظر عن الواقع الذي نعيشه، إنما نجد أن هناك مجموعة من الحروب التي قامت بها بعض الدول هي من أجل الدفاع عن ماذا؟ عن أوطانهم. وبغض النظر عن الأمثلة نجد أن المستشكل نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه دموي من خلال قراءة رواية، وتلك الرواية هي أن وتلك الرواية في كتب بعض المسلمين، وهي أن النبي لما جيء إليه بقوم قد أكلوا وشربوا عند راع لغنم ثم قتلوه وأخذوا ما عنده، ولما وقعوا في يد النبي أمر النبي بأن تقطع أرجلهم وأيديهم وأن تسمل أعينهم. وهذه الرواية ليست من الروايات التي عندنا، لكن إذا جئنا إلى هذه الرواية، أولا النبي صلى الله عليه وآله لا يأمر بالتمثيل بأن يمثل، هو يقول لا يمثل حتى بالكلب العقور. نعم عندنا أن المفسد في الأرض كما أشارت إلى ذلك بعض الآيات الشريفة، المفسد في الأرض يصلب أو تقطع رجله ويده من خلاف، أو ينفى في الأرض له عذاب معين إذا كان وثبت أنه ماذا؟ مفسد في الأرض. لكن الطريقة التي طرحت الرواية أن النبي سمل أعينهم وأن النبي قتلهم شر قتله بشكل فيه نوع من التمثيل، فهذا الأمر الذي لا يمكن أن يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الجرم بحسب ماذا؟ بحسب، والعقوبة بحسب الجرم. إذا الإنسان أجرم جرما عظيما فلا بد أن تقدر له العقوبة بحجم ذلك الجرم، بحجم ذلك الفعل الذي فعله. لكن على أي حال من طرقنا هذا الحدث غير مقبول، وهذا الحدث لم يثبت، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يثبت أنه حمل السيف في المعارك، حتى النبي صلى الله عليه وآله كان يحضر الغزوات وكان يمسك بقبضة من التراب ويرميها على القوم كما في غزوة بدر وشاهة الوجوه. لهذا النبي أصلا مظهر من مظاهر الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإنه كيف يكون النبي صلى الله عليه وآله حتى حاملا للسيف، مع أنه ما يتناقض لكن لكي يكون في أعلى مراتب الرحمة فجعل مظهر قتاله في علي عليه السلام. وإلا النبي صلى الله عليه وآله ألم يكن يقوى أن يصنع ما يصنعه علي عليه السلام في أن يشلع باب خيبر ويقتل مرحب ويقتل عمرو بن عبد الود ويقتل ما قتله في بدر؟ لماذا لم ينقل لنا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله قتل شخصا في بدر وهي أول المعارك، وكان النبي هو المتصدي في الأمر، ومثل ما يصور بعض مؤرخو عامة المسلمين بأن النبي كان جالس مع الأول والثاني في عريش ويقابلون الجيش الإسلامي ويراقبون المعركة من بعيد، بل كان النبي صلى الله عليه وآله متقدم وكان سلاحه الرعب. يعني الله عز وجل نصره بماذا؟ بالرعب، أن يلقي الرعب في قلوب
الأعداء في قلوب المشركين، وسلاحه الملائكة، وسلاحه أنه يأخذ قبضة من التراب ويرميها في وجوه المشركين. فلهذا أولا كما قلنا الأنبياء قاتل، شيء ثاني النبي صلى الله عليه وآله ما ذكر في التاريخ غير صحيح من أنه سمر الأعين وأنه عذب ومثل، بل نقول أن النبي صحيح أمر بالحرب، وإذ تبوئوا للمؤمنين مقاعد للقتال، صحيح بوأهم وحفزهم للقتال، لكن كان النبي صلى الله عليه وآله لا يتقدم بالسيف، ليس جبنا منه صلى الله عليه وآله، بالعكس رسول الله صلى الله عليه وآله كان ملجأ المسلمين، كان يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه كان إذا احتمل وطيس لذنا برسول الله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكان رسول الله ملاذا للجميع في وسط المعركة، في وسط الغزوة، لم يكن النبي صلى الله عليه وآله كالملوك وأصحاب الكراسي كملك الروم وملك كسرى وملك الفرس، ككسرى ملك الفرس أو غيره، لا، كان النبي يشارك المسلمين في وسط المعركة، لكنه لم يكن يبرز حمل السيف صلى الله عليه وآله لأنه مظهر رحمة. فدواعي قتال النبي صلى الله عليه وآله في الغزوات ككل، أولا نشر الإسلام، لأن الإسلام لا يكون عزيزا إلا من خلال نشره بالسيف، لأن هناك من يأبى، أن أصل إقامة الحرب الابتدائية لدعوة الناس إلى الإسلام أمر راجح، أمر لا ضير فيه، لكن ماذا بعد أن يرسل النبي صلى الله عليه وآله رسله إلى الملوك، يرسل الرسل، يرسل الأفراد الرجال الذين يحملون كتبه صلى الله عليه وآله، كما أرسل إلى ملك اليمن وملك الحبشة وملك البحرين وإلى كسرى وإلى ملك الروم، أرسل إلى عدة ملوك صلى الله عليه وآله، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. يعني كسرى كان يأمر بقتل النبي صلى الله عليه وآله، أمر ملك اليمن الذي كان مولا يعني حاكم بالوكالة عن ملك الفرس، أرسل إليه بأن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل إليه رجلين ويأخذانه ويقتلانه. فلما أرسل هذا اللي من اليمن، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله رجلين، قال لهم النبي إن كسرى قتله ابنه شيرويه، قتله ابنه شيرويه، وإنه كما أقول لكم ولا يطلبني بعد ذلك. ورجعوا إلى ملك اليمن أو المولى على اليمن فقال له ذلك، فقالوا ننتظر الخبر. تفضل. احنا نفهم من دعاء الجوشن شيخنا العزيز انه هو الجوشن هو الدرع الذي اهداه الله سبحانه وتعالى للنبي لنا، فبما ان في درع معناته ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان محارب، والا بالله كيف يمكن ان يكون في معركه بس يتلقى الجراحات والضربات ويرجع؟ يعني نعم. أنا في تصوري أن هناك في نوع من الدفاع، يعني هي كلها دفاعية. نعم. فبالتالي لما نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حارب، ممكن تكون هذه حتى ما أخذ علينا في انتقاد الخليفة الأول والثاني. نعم، سأتي بالكلام إن شاء الله. جزاكم الله خير. زين، فمات شيرويه، مات عفوا كسرى، فاستلم شيرويه في بلاد الفرس، فوصل الخبر إلى ملك اليمن، فقال إن هذا النبي فعلا، وصدق به ودان به، ودخلت اليمن أو دخل هو ومن معه إلى الإسلام، ف
فأرسل بعد ذلك أمير المؤمنين فدخلوا إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وآله يبدأ الدعوة من خلال ماذا؟ من خلال إرسال الرسل كما قلنا. ثم موجود عندنا في الفقه الإسلامي أنه الحرب الابتدائية من أجل الدعوة إلى الإسلام إذا أبت البلد الدخول إلى الإسلام تخير بين أن تدفع الجزية أو أن تقاتل. مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول إني أكره أن أبدأ أحدا بقتال. فكان هذا الأسلوب المتبع من أجل نشر الإسلام، لأن هناك بعض الأمم تأبى أن تدخل الدين الجديد أو تدخل إلى توحيد الله عز وجل، فلا بد أن يتخذ معهم. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله لم يغزو غزوة ابتدائية واحدة، ما غزو إلا غزوة ابتدائية واحدة. فإذا الداعي الأساسي من الغزوات هو نشر الإسلام، وأيضا هو الدفاع عن بيضة الإسلام والدفاع عن البلاد الإسلامية، عن المدينة، لأنها منطلق الإسلام. قال إذا طمع من حول المدينة بالمدينة وصارت نهبة لأي أحد فإن الإسلام سينتهي بعد ذلك. لهذا لابد أن نعرف أن هناك دواعي للحرب، مو أن الدين الإسلامي حينما نقول دين سلم يعني أنه لا حرب ابتدائية. نعم ممكن أن تكون هناك حرب ابتدائية، لكن بشرطها وشروطها وضمن معايير. وقد يقول قائل أنه إذا كان كذلك فعصر الفتوحات وما جرى فيه إذن هو أمر ويش؟ أمر مشروع وأمر مقبول. نعم كأصل، لأنه في حرب أيام الخليفة الثاني، حرب المسلمين مع بلاد فارس، كان باستشارة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، استشارة من عمر لأمير المؤمنين سلام الله عليه، استشار أمير المؤمنين فأخبره أنكم تظفرون إن شاء الله، وليس بالنظر إلى قلة العدد. متى كنا ننظر إلى قلة العدد؟ هذا حديثنا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى أن النبي صلى الله عليه وآله في غزواته كان له أهداف، أهم أهدافه نشر الإسلام والدفاع عن بيضة الإسلام. أما حول غزوة بدر وما جرى في غزوة بدر، من المعلوم أن غزوة بدر كانت أهم أسبابها أن النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يستنفذ أموال المسلمين التي أخذها المشركون في مكة، يريد أن يستنقذها. وكان هناك قافلة خرجت من مكة إلى الشام يرأسها أبو سفيان ومحملة بالأموال، والنبي صلى الله عليه وآله أخبر من قبل جبرائيل بأن أبو سفيان قد أقبل بالقافلة ناحية الشام، فخرج النبي مع أصحابه ولم يدركه، ما أدركه، فأراد أن يدركه في عودته فما أدركه، لأن أبا سفيان كان ينظر في طريقه يضع العيون، فعلم أن محمدا صلى الله عليه وآله يترصد له، فذهب إلى أو أرسل إلى قريش ضمضم الغفاري بأن ينبههم على ما يصنع النبي صلى الله عليه وآله، وجيش الجيوش من هناك، ثم اجتمعوا عند مكان يقال له بدر حتى جرت وقائع كثيرة في البين. اجتمعوا 1000 رجل، عندهم 200 فرس، عندهم عدد كبير من السيوف، كان عندهم طعام وفير، بينما المسلمون لم يكن لديهم ما يؤهلهم للنصر، ما كان عندهم إلا 10 أسياف، ما كان عندهم إلا فرس واحدة، ما كان عندهم إلا 70 ناقة، وكانوا 313 في قبال 1000 شخص. وكان المسلمون بين الأنصار والمهاجرين لم يخوضوا معارك كثيرة، بل لم يخوضوا معارك أصلا، يعني حتى من أهل مكة لم يكونوا من أهل الحرب أو من أهل الإغارة على القبائل، وكانوا يمسكون أغلبهم جريد النخل، وما كان عندهم ذيك القوة وذيك الطاقة وذيك القدرة، حتى بلغت القلوب الحناجر لما رأوا هذه الحال. ولقد نصركم الله ببدر وكنتم أذلة. النبي كان هدفه ليس الحرب،
بعد ذلك جاء الاختيار أو جاء التخيير بين للمسلمين، تختاروا أن تكونوا ممن يتعرض للقافلة ويأخذ الأموال وترجعون بأموال المسلمين، أو أنه تواجهون القوم وتحاربونهم. المقولة المعروفة أما العير وأما النفير، يعني أما القافلة وأما الحرب. النفير المقصود به الحرب. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين وتودون لو أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني الحرب. الحرب يقول ما نريد نقرب الحرب، وهم أغلب من كانوا في صف المسلمين هكذا، وكان أحد أهداف الحروب هو امتحان المسلمين. الآن كما قلنا، لما المشركون قابلوا المسلمين، المسلمون خافوا. النبي بدأ يستشير القوم، فقال للأول ماذا ترى؟ فقال إن قريش ما ذلت مذ عزت وما آمنت مذ كفرت، فإني أرى ألا نحاربها فأنا لنا بخلائها وحربها، لا طاقة لنا في ذلك. قال آخر نفس المقولة، أما المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقنا، فلو خضت بنا البحار ولو مشيت بنا على جمر الغضب على أن نترك كما تركنا، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك مقاتلون. فقال جزاك الله خيرا. ثم النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا أكره أن أبدأهم بقتال. وقائع كثيرة حصلت، بدأ النقاش بينه وبين عتبة ابن ربيعة، فقال له النبي إن لنا بكم رحم وإنا نكره أن نقاتل وما جئنا للقتال. النبي دائما كان يطرح السلم، كان يجنح إلى السلم وكان يميل إليها، يعني كان يميل إلى السلم. فهذا استحسن الرأي عتبة بأنه لا يكون قتال، النهاية فيهم بنو عمومتنا وفيهم. فرجع إلى أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وجماعة وأبو سفيان، فقالوا أجبنت يا عتبة؟ جبنت يا عتبة؟ فلهذا صار البراز، أول براز في أول معركة للمسلمين مع الأعداء مع المشركين، كان بين ثلاثة ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى رسول الله القائد الأعلى، جعل رايته عند مصعب بن عمير، أو اللواء عند مصعب بن عمير ورايته مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. فرسول الله لم يذكر في التاريخ أنه واجه وبارز وقتل في المعارك، إنما بعضهم ينكر حتى قضية جراحات النبي صلى الله عليه وآله في أحد، قضية كسر رباعيته، قضية جراحاته. نعم، قد النبي صلى الله عليه وآله ممكن أنه حمل سيفا للدفاع عن نفسه وليس للإجهاز على أحد وليس للقتال وليس ليبرز، إنما جعل البراز وجعل القتال عند بقية المسلمين، عند أمير المؤمنين مصعب بن عمير، عند غيره من أولئك الصناديد الذين كانوا هم مظهرا لشجاعة كالحمزة وجعفر الطيار وغيرهم من الأبطال والصناديد. كلامنا في أنه لم يحمل سيف يعني أنه لم يعرف أنه يخوض في المعركة ويجز الرؤوس ويقاتل، بحيث أنه عرف أنه قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، حتى ما جاء أنه النبي صلى الله عليه وآله قتلهم من باب القصاص مو في المعركة، لم يثبت ذلك الأمر. بني ضبة وغير بني ضبة، لم يثبت ذلك الأمر تماما. ولكن على أي حال
الفكرة العامة أن النبي صلى الله عليه وآله هو مظهر للرحمة ومظهر للعطف، يريد من الناس أن يدخلوا إلى الإسلام، فهذا يساعد على ذلك الأمر، ساعد على ذلك الأمر. تشايف شلون أنه حملت قريش بغضا على النبي صلى الله عليه وآله، مع ذلك كله، مع أنه كان يواجههم بالكلمة الطيبة بالرحمة، حتى أنزل الله قوله تعالى بعد تلك الجهود كلها، بعد عام الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أي ذنب ذاك؟ يعني الذي حملته قريش في حق النبي صلى الله عليه وآله، ولا النبي حاشاه لا يذنب، معصوم. فقريش لما رأت من رحمة النبي ومن عفو النبي ومن صفح النبي عفت عنه. نعم، كان النبي صلى الله عليه وآله في بدر وفي غير بدر في وسط المعركة، لبسه للجوشن لا يعني أنه دخل إلى وسط المعركة وقاتل، إنما كان يأخذ قبضة من التراب ويرميها في وجوههم ويقول: شاهت الوجوه، كما يقول الله عز وجل في كتابه: وشاهت الوجوه، إشارة إلى هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وآله. فبرز علي عليه السلام والحمزة والحارث، أو عفوا عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، علي يواجه الوليد سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، الحمزة عليه السلام يواجه شيبة، عبيدة يواجه عتبة، ثلاثتهم قتلهم أمير المؤمنين سلام الله. أما الأول فقتله مباشرة أمير المؤمنين، الثاني قال للحمزة، وكان عمه الحمزة مع شجاعة طويل القامة لأنه لم يتمكن من شيبة، فقال: طأطئ رأسك يا عم. فجاء بسيفه وضربه وقتله، وجاء للثالث وهو عتبة، وكان قد أجهز على عبيدة وجرح رجله وقيل قطعها، فجاء أمير المؤمنين وأجهز على عتبة فقتله، وانكسر جيش المشركين بهذا البراز الأول، حتى انكب المسلمون على المشركين، اللي عنده سيف بسيفه، اللي ما عنده سيف بجريد النخل، حتى انتصر المسلمون في هذه المعركة وقتل 70 وأسر 70. فكان انتصار غير متوقع، غير متوقع أبدا. والنبي صلى الله عليه وآله يعدهم النصر من عند الله عز وجل، ويقول لهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وفعلا كانت الهزيمة هزيمة عظيمة بالنسبة للمشركين، لما رجعوا إلى مكة أمروا النساء ألا يبكين على قتلاهن حتى يثأر لهم، وكانوا يطالبوا بالثار، كانوا يطالبوا بالثار. وفعلا النبي رجع منتصرا فرحا والمسلمون فرحون. أسير العباس بن عبد المطلب، كان من بين المشركين العباس وعقيل، والبعض تأخذه العاطفة في قضية ماذا؟ في قضية أنه إذا كان هذا عم النبي أو ابن عم النبي، أو يكون عنده نوع من التشدد، يعني حيث أن العباس رواياتنا تشير أنه لم يسلم إلا في عام بدر، في العام الثاني للهجرة. نعم، البعض قال أنه أسلم وأخفى إسلامه من قبل، لكن روايات تقول أنه أسلم بعد أسره، أظهر إسلامه بعد أسره. وعندنا مجموعة من الآيات نزلت في العباس في تفاخره مثلا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، في قضية سقاية الحاج. على أي حال أسر، لكن مع ذلك النبي عطف عليه فقال: لا تشدوا وثاقه، خففوا عليه الوثاق.
مع ذلك كان العباس لما جن عليه الليل يئن أنينا من ذلك الوثاق الذي لم يكن مشدودا عليه، حتى بكى النبي صلى الله عليه وآله لما جرى على العباس، بكى على العباس. لكن يا رسول الله لو رأيت ولدك الكاظم أسيرا محبوسا في سجن هارون في سجن بني العباس، ماذا كنت لتصنع يا رسول الله في ظلمة الطوامير، مقيد بالأقياد، مغلل بالأغلال، والسلاسل صحوة دوائما ما هو كاظما، بالسجن بالسجن ما يعرف نهارا من العشية، سرداب مظلم جرع كاسات المنية، قلبت فطار واستضار ولي والصبر مور، يا أولاد عدنان ومضر قلت الغيرة، عن جسر بغداد ارفعوا شيخ العشيرة، والناس ظلت بالجسر تنظر بحيرة، والشيعة تنادي يا موسى بن جعفر، قال ويالك اليوم نترجاه يطلع بالسلامة، يمتن شوفك يا فخر طيبة وتهامة، ثار الدهر بقلوبنا صواب سهامة، وقلوب شيعتهم عليه بنار تزفى، آمر الطاغ تشيل بن جعفر حمامي، ويلي شالوه وصفه ولا مشت خلف رجاجي، وعلى الجسر ذبوه وبرجل زناجيل، والشيعة تنادي يومك صاير اكشف. نعم، لكن الإمام الكاظم بعد ذلك غسل كفين شيع تشيعا مهيبا، ورفعوا الشيعة جنازة الإمام الكاظم، ها يا عظم مشية الشيعة من وراء نعش الإمام، رافعين الروس جملة نشر سود الأعلام، والنساء تلطم وجهها والزلم تلطم الهام، على إمام بالسجين ميت ما حد غمض، وعن غريب الغاضرية ما اجت قبل العوادي، ما تدوس الجثة نخة الحارة، يا ويلي من يشيل جنازته، يا جنازته ظلت رمية وبالحديد مرضضة، شفنا الميت لمن مات يا يصير زلزال، ناس الليل قبر تحفر، ناس تجيب شيادة، بس مدلل الزهراء يدوس نادي وحسينا، هاي ماما
سيدا ولصدره تطأ الخيول وطأ لما بسريره جبريل كان موكلا. نسألك اللهم وندعوك لمحمد وآل محمد فرجنا يا الله جعلنا في هذا الشهر الشريف من متقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك وأدخلنا الجنة مع محمد وآله الأطهار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين يا الله. لمحمد وآله الطاهرين والفاتحة إلى أمواتكم وموات المؤمنين والمؤمنات سيما موت المسببين والمؤسسين. اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين إلى موتانا وموتاكم وموت المسببين والمؤسسين. نهدي ثواب المحترمة الفاتحة مع الصلوات.